بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى فقرة جديدة مع كتاب لي ريكومبروند لتعلم اللغة الفرنسية. طبعا إذا طبعا وصلنا إلى هذه الصفحة، كما نلاحظ كنا من قبل قد وصلنا إلى هنا إلى حرف الدي، الآن لا تخطي. إذن كملوا نتكلم عن حرف الطاء، لكن كما سنرى طبعا هذا الحرف أحيانا ينطق كحرف الطاء وأحيانا ينطق كحرف التاء. إذن مثلا كما عندنا هنا سننطق هذه الكلمة لا طيت لا طيت. إذن كما نلاحظ أن تجمع هذ النطقين، هنا لا تخطي ينطق كالطاء، ينطق كالطاء، هنا ينطق كالتاء، لطيت لطيت. إذا نتكلم عن الرأس ولا سلطيت سلطيت، إذا نتكلم عن الرأس. طبعا كلمة الرأس كما نلاحظ هي كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية. إذا هنا نتكلم عن لاتخطي لاتخطي. نتكلم عن لا تخطي لموتات كومبرون لا تخطي. هنا عندنا مثلا تي تي، هنا ت وبيان ت، هنا طي طي، كما عندنا هنا طيت لا طيت، هنا طي طي، هنا طا طي تي تي هنا مثلا تي، كما نقول مثلا كلمة بارتي بارتي بارتي، هنا ت كما عندنا هنا تت ت تت، هنا اي كما عندنا هنا كلمة تت، هنا اي مثلا كلمة تليفون، هنا ط نقول طميزون طميزون يعني منزلك، اذا نقول هنا ط، هنا اي طي، هنا تي كما في كلمة تي يعني أنت أو أنتي، هنا تو كما عندنا هنا، ثم عندنا طو كما رأينا فيما سبق كلمة موطو. إذا عندنا لو طابي لو طابي ولا سي لو طابي ولا سي لو طابي، إذا نتكلم عن سجاد أو ضربية تسمى لو طابي. ثم عندنا لاباط لاباط، رغم ان عندنا دوطي كما تلاحظوا لكنها تنطق كالتاء، نتكلم عن لاباط. اذا نتكلم عن رجل الحيوان تسمى لاباط، رجل الحيوان تسمى لاباط، اذا لاباط. اذا عندنا هنا كما نلاحظ هذه العباره ليف ليف لاطيت ليف لاطيت ليف طاباط ليف طاباط. لو فيرب لوفي لو فيرب لوفي هذا فعل رفع انك ترفع شيئا، اما لو فيرب سلوفي يعني انت الذي ترفع نفسك، المقصود انك تقف او تستيقظ من النوم. اذا نتكلم عن لو فيرب سلوفي، نتكلم عن لو فيرب، اذا لو فيرب لوفي كما نقول رفع نفسه، نقول جو مو ليف تي تو ليف، هذه تتصرف تاهي مع جو، نقول م هذه تتصرف ستولي م، جو مو ليف تي تو ليف يعني انت كما نقول ترفع نفسك. طبعا نتكلم على البريزون طبعا في الحاضر، تي تو ليف إيل سو ليف، طبعا تتكون عندنا واحد
il se lève. Elle se lève. Nous sommes chez Mohamed. Nous nous levons. Nous nous levons. Vous vous levez. Il se lève. Il se lève. Il avec S. Nous il se lève. Il se lève. يعني هم يستيقظون أو يقومون إلى غير ذلك. إذا نتكلم على لو فيرب سو لوفي، لكن اللي عندنا هنا عندنا لو فيرب لوفي، ما كايناش هاد سو، ما كايناش. إذا عندنا لوفي طبعا كيفاش غيتصرف؟ غنقولو جو لاف، جو لاف أنا أرفع، تي لاف، تي لاف أنت ترفع. il lève يعني مادام ما كاينش هاد السو هنا حتى هنا ما غيكونوش هادو لو فيرب لوفي انك ترفع شيئا هنا عندنا لو فيرب لوفي الامبيراتيف يعني في الامر يقول له ليف كما تشوفوا ما معاش الضمائر في الامر ما كاينش الضمائر في اللغه الفرنسيه نقول ليف الا طبعا نتكلم على لو فيرب لوفي هنا نقول ليف توا هاديك توا هاديك ديال سو ماشي ديال الضمائر إذن هنا نتكلم عن ليف يعني أنك أنت ترفع شيئا ترفع ماذا؟ لا تيت ترفع الرأس إذن هذا الطفل يقول للكلب ليف لا تيت أي رفع الرأس كما نرى الكلب أنه ينظر في الأعلى إذن هو رفع رأسه إذن ليف لا تيت أي رفع الرأس كان ممكن يقول له ليف طيت يعني ارفع رأسك ارفع رأسك ليف طيت ليف طيت ارفع رأسك لكن ماذا قال له ليف لا طيت ارفع الرأس المقصود بطريقة غير مباشرة ارفع رأسك كما عندنا هنا ليف طابات إذا كما قلنا فوالا سلابات إذا نتكلم عن رجل الحيوان إذا هنا ليف طابات ليف طابات ليف طابات ارفع رجلك ارفع رجلك ماشي بحال هنا ليف لا طيت ما قالوش هنا ليف لا بات كان ممكن أن يقول له هذا ارفع الرجل لكن قال له ليف طابات ارفع رجلك ثم بعدها عندنا هذه الأحرف كما نلاحظ أن السلاتر افيك Les voyelles suivantes. Prenons tout d'abord la lettre D avec A qui se prononce DA, N avec A se prononce NA, V et A se prononce VA, L et A se prononce LA, PI et A se prononce PA, T et A se prononce TA, TA. Comme on dit là, TA, PAT. Après, on a la lettre D avec U, D, N, I, NI, V, I, V, L, I, LI, P, I, P, I, P, T, I, T, D, E, accent aigu, D, E, accent aigu se prononce D, N, E, accent aigu, N, V, E, accent aigu, V, L, E, accent aigu, L, E, accent aigu, Les, P, E, accent aigu, P, T, E, accent aigu, T, D, O, DO, N, O, NO, V, O, VO, L, O, L, O, LO, P, O, PO, P, O, TO, D, I, D, N, I, NI, V, I, V, L, I, LI, P, I, PI, T, I, T, D, A, R, DAR, N, A, R, NAR, V, A, R, VAR, L, A, R, LAR, P, A, R, PAR, T, A, R, TAR, D, I, R, DUR, N, I, R, NUR, V U R vir L U R lire P U R pur
A-U-R, tur. مثلا كلمة voiture, سيارة. ثم عندنا la tête de numéro. La tête de numéro. Voilà, c'est la tête de numéro. إذا نتكلم عن رأس ميرو. ثم le petit lit de Nina. Voilà, regarde ici. On a le petit lit de Nina. إذا نتكلم عن سرير صغير خاص بمينا. ثم إذا كما قلنا le petit lit. طبعا الطي والطي لا تقرأ. Le petit lit de Nina. إذا نتكلم عن سرير صغير. السرير الصغير لمينا. ثم لا موتو دو بابا. لا موتو كما تلاحظون الطي او تنطق طو. لا موتو دو بابا اذا نتكلم عن دراجة ابي او دراجة الاب. ثم عندنا مينا. اتي في لا دام مينا. اتي في لا دام مينا. هل انت رأيت السيدة؟ As-tu vu la dame? طبعا الأصل أن نقول tu as vu la dame. أنت رأيت أو أنت رأيت تقال بنفس الطريقة. أنت رأيت السيدة أو أنت رأيت السيدة. لكن هنا سؤال. طبعا نقلب المساعد مع الضمير في حالة لو باسي كومبوزي. أما في حالة لو بريزون تنقلب الفاعل مع الفعل. مثلا tu vois. Tu vois la dame. انت ترى. انت ترى السيده. اذا نقول في السؤال نقول vois-tu. vois-tu. اذا عندنا هنا as-tu vu. هل انت رايت la dame. هل انت رايت السيده. ثم عندنا oh miro. oh miro. tu as mis la patte sur le tapis. tu as mis la patte sur le tapis. oh miro. ah il y a miro. تيامي. أنت وضعت. أنت وضعت. طبعا هذا سي لو فيرب متر. لو فيرب متر. إذا نتكلم عن فعل وضع. لو فيرب متر. طبعا لو بارتيسيباسي اللي تيجي منه هو مي. بحال هكا مي. تنزيدو قدامو فقط الصرف ديال الصرف ديال افواغ. تنقول جيمي انا وضعت تيامي انت وضعت إل أمي هو وضع نوزافومي نحن وضعنا فوزافيمي انتم وضعتم إل زومي هم وضعوا. اذا عندنا هنا تيامي انت وضعت. وضعت ماذا؟ لابات. لابات الرجل. سور لو تابي. سور سور لو تابي فوق السجاد. إذا نستأنف الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.